السلام على المتفرج بالكرامة
السلام على الخليفة من قفينا أبي بكر مبيد الجاهدين هذا عمر أمير المؤمنين وهذا النورين رأس اللاصقين هذا قليل السامي يقينا السلام على صحابك أجمعين وعليك كلهم وتابعينا وتابعيهم وتابع تابعينا مكة من بيرندور طه نبي سلام مدينة من سيرندور راجل نبي Thank you.
عليه وسلم صلوا على خير العباد المصطفى تنزيل رجاء شافعينا يوم المعاد لتبلغه Thank you.
فلن قمر التمدين أقسمت في نسري بكم عليكم وصيلتي حصانكم إليكم هي ما أعلى به لديكم وسريه الفكر والتردد في طيبة الفوز بمهد الرشد وفي دواهيها زوال الأمل إن كنتم ترجون فضل الأهد فشاهدوا ومن على مقباله وعلى صحابته الكرام سجدي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله خالقنا الله رازقنا الله هادينا سبحان مولانا تمجيد للقاه على المختار Yeah.
Oh,
البدر سوق بأمره وشمسه أربت له رتبة
وشوال شجار قد صدقت له وعليك سلم نبادة شهودي ومن اليسير سرقا وعطعم جيشه حتى انتفى ويسيره لم ينفدي اصراب قد اسرى به سبحانه يملان ممتدعا عالي الفرقدي وعلى على الافلاك والاملاك في اصراب يسعد صرب ما لم تشعري فله مدى انفاسه مع ربه ما شعت من قرب ولذة مشهدي وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموئد أوصافه ما ينتهي تعدادها فالمنه ينصر عن بلوغ المرسل يا سيد السادات جئت بقاصدا أرجو حماك فلا تعير مقصدي ما لي سواه بي لديك وسيلة فامن علي بفضل جودك أسعدي إني نزيلك والنزيل لديك يا خير الأنام بكل خير يقتدي عليك منا كل وقت دائما زر الصلاة مع السلام سرمدي وعلى صحابتك الكرام جميل رقابين لهم بخير فجهدي فالهل بما قد علمت من الأذى والظلم والنوف الشديد فأسعدي اشفع لربك أن يعافيني لا يشمت الأعداء بي يا سيدي يا ربي يا الله هذا المصطفى شفيع في يواف شمعي مردني هذا سماء حديث مولده انتهى والحمد لله المعين المسعين بركاته نرجو بها في هذه دنيا المصالح والشفاعة في غدي يا ربنا أصلي سرارنا وسيم رتنا بأسرار النبي محمد يا ربي وارحمنا ووفقنا ولوك والتوب عليهم الرشاد وسددي واشفعه وقلنا بجميع صمد واغفر لمحمد ولمحمد ولمحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد العالمين العالمين شرف المرسل فاز القصد الجود الطائن خسائن الجود وكبرة الوالد والموجود وصائب لواء حمد مقام المحمود أمام بروج الملكوت وطاه سي حضرة الجبروت مدرس المسجد اللاهوت ومحبوب الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل من مصاب أجمعين وسلم عليهم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك ممدوحا بفرقاني كن نبيين على الإنسان مفترمون وهب صحابه نور ببرهاني من كان يعلم أن الله خالقه لا علمي إلا ما ذكر في برهاني ولا أبا حسن الفاروق صاحبه ولا الخليفة فلا لي النبات سبطين نعم فتا مصابه الله في سر ويعلاني فلا سعيد وسعيد تلحة وزبير نامر ومراه في الأرض الرحماني ذكر شريعة به العلم منتحب والبيت لا لا يستطيع العناد
خير الخلق حسهما كل العباد بجاه نعت ورضواني من احبه قد نال منزلة بفضل الله وجاه يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا قلبي الى هدي فانت نور الهدى في كل كائنتي وانت سر الندى يا خير معتمدي وانت هدى يا ذو الخلق اجمعين وانت عادل ولا لله بالسجد يا من يقوم مقام العبد منفردا بواحد الفرد لا يولد ولم يلد يا من تفجرت الانهار نابية من الفرح فروا والجيش بالمدد اني لا مسني نيم يربعني اقول يا سيدا السعدات يا سندي يا رحماني من زلدي فاغفر علي بما لا كان في هلدي وانظر في عيني الى الهي من ابدا واصر بدورك تقيسي من العملي وعدف علي بعفو منك يشملني فانني عنك يا مولاي لم اهدي اني توسلت بالمختار اشرف من لك السماوات سير الواحد الاهدي والله تعالى الله خالقه فمثله في نفي الهلك المجد حين علي على المرسلين ترى نور الانعام وهذه من الرشد به التجعت لعل الله يغفرني هذا الذي هو في نفي محمد الذي فعدوه لم يزل تعبي مدى عمري وحبه اندلى بالعرش مستندي صلاه لم يصل ابدا مع السلام بلا اسر بلا عدد والله وسامي اهل المجد قاطبه والسماء بار للجود والمدد ثم الصلاه على خير البريه من اتى اليه بوحي الله جبريل وفعل الصلاه على خير الهدى جرى على البرد من احواج اجمعين ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف
إياك آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل يا ربي على النبي محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله Thank you.